هاني شاكر حصل مؤخرا على جائزة النجم الأسطورة لمسابقة الميما لل 2016 والمقرر الاحتفال بها خلال شهر مايو المقبل. لا تزال أزمة أوكا وأورتيغا حديث الوسط الصحفي. مايكا ساب زوجة أوكا توجه أصابع الاتهام لمدير أعمالهم السابق مؤكدة أنه استغل ضعف تعليمهم وورطهم في أكثر من مشكلة. انتهت فرصة ان هم عيال سوزك وراح ممضيهم توكيل عام رسمي. لما جيتي تعملي له المعاتاه فانت قدمتي الشهاده القديمه اللي هي بالتاجيل الخمس سنين اللي متدور ابتدي العائله بتاعها واخدت عليه المعاتاه الجديده. مايكا ساب بمجرد القبض على أوكا وأورتيغا بمطار القاهره اعلنت عن دعمها الكامل لزوجها وثقتها في سلامه موقفه. وقالت جوزي يا أطهر قلب وأنقى إنسان شفته في حياتي، ربنا عالم أنت قد إيه مظلوم، مؤمنة إنكم على حق وشدة وتزول. وأنهت البوست بهاشتاج أوكا وأورتيغا مظلومين، ورجعت بعدها طالبت الصحافة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن تزوير أوكا لورق القيد العائلي. مي كمان اتهمت مدير أعمال أوكا وأورتيغا السابق بأنه هو المزور مش زوجها وصديقه، لأنهم أصلاً بيعولوا أسرهم ومش محتاجين يتهربوا من التجنيد. استغل إن هما الاثنين عندهم إخوات من الشقة، من ده من أم الإخوات دول من أم ومن من أم تانية غير الأم بتاعت جوزي وأحمد، وعمل إخفاء بيانات من القيد العائلي. وأضافت أن التوكيل العام لمدير أعمالهم السابق هو اللي أعطاه الحق في أن يستخرج أوراق القيد العائلي الخاص بيهم، ولمحت أنه هو اللي وراء البلاغ اللي تم منعهم من السفر بسببه. التوكيل كان بتاريخ 10-12-2012 ومحمد رايح الهايك ستيب تاريخ 12-12. الهايك ستيب ده يا جماعة بس لمن لا يعني ما رايح التجنيد. هم بقالهم فترة مش معاه سابوه، ويعني باينه قوي يعني. بص على الله عايزه تقولي هو اللي بلغ عنهم يعني. بص هي باينه. مي اكدت في اكتر من حوار صحفي انها بتعيش حاله من الحزن وانها مش هتتخلى عن اوكا ابدا لانها واثقه في براءته وسلامه نيته. وبغني بشرقي وغربي. عربود تواصل مع احمد الطحاوي مدير اعمال اوكا وأورتيغا السابق، وكشف اكتر من مفاجاه بخصوص التوكيل العام بعدما اكد ان اخوات اوكا وأورتيغا هم اشقاء ليه بنفس اسم الاب. هم مدين لي بسم الله الرحمن الرحيم التوكيل العام ده يوم 10-12-2012. شهاده الجيش طالعه الاوكا يوم مش عارف ايه، قالت يوم 12 او يوم 15. فعمر ورق الجيش، كل الناس عملت ورق الجيش، عمر ما ورق الجيش ده في العالم بياخد 4 أيام أو 5 أيام. يعني انا التوكيل بتاعي معمول بعد دور الكيد العائلي اللي هي بتتهمني بيه. انا اللي عملت الكيد العائلي، هيتقال ان الكيد العائلي طلع بموجب توكيل عام من السيد فلان الفلاني الى السيد الفلاني، ولازم انا امضي ولازم يكون معايا حد من درجه القرابه الاولى. اما بخصوص تلاعبه باوكا وأورتيغا في بدايه طريقهم واستغلاله ليهم، وضح احمد الطحاوي الظروف اللي بدا فيها الشغل معاهم. لما اتعرفت على اوكا وأورتيغا كان ابويا شغال في ورشه عند واحد جارنا شغال غفير على معدات. كنت ساعتها بلف باوكا وأورتيغا التاكس بتاع واحد صاحبنا من المنطقه، ويا رب هو يكون سامع الحلقه عشان يطلع ويقول ان الكلام ده حقيقي. كنت بلف بالتاكسي بتاع الفيرنا وما كانش عندي مكتب، وكنت بقعد اخد الاوردرات عند واحد اسمه هاشم بتاع كماليات طيارات عندنا برضو على الناصيه بره على الشارع العمومي. واخيرا اكد انه هيعمل محضر ضد مي كساب للتشهير بيه بعد ما سبقوهم بعمل محضر بيتهموه بالتزوير، وكشف كمان عن مفاجاه كبيره. عندي بقيه الفرقه اللي شغاله مع جوزك وقاعدين عندي في فيليتك، نصهم هربان من الجيش، وانا بقولها لك اهو، نصهم هربان من الجيش وانت عارفاهم، وبيقولوا لك يا ماما مي بالاماره. ما بياخدوا دابوا ناس واحنا نصيبنا حب الناس.